بقى المثل الشعبي اللي سمعته ما فهمتوش مصري؟ لا افهم، لا اكيد فهمت. لا المشكله كانت شويه عندي في اللكنه، ولكن طب عارف مثل شعبي مصري تقوله لنا؟ انت قولي لي مثل شعبي انا اقول لك كنت اترجم. ايوه، في الوش مرايه وفي القفص اللي يعني ايه؟ ولا اعرفه، مترجم انت؟ يعني ايه؟ ما اعرفش برضه. يعني في الوش مرايه في القفص اللي يعني ده بفشين. ايوه بوشين. ايوه طب ما انت شاطر اهو. لا ما تخافش عليا. لفه بقى، ايه اخر لفه؟